بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا إخوان في مقطع جديد من مقاطع ألعاب الجوال. طبعا لعبتي أو أكثر لعبة دائما أتكلم عنها في ألعاب الجوال اللي هي لعبة البلياردو، لأني صراحة أحب هذه اللعبة، وأنا مقصر في جانب ألعاب الجوال، لكن بإذن الله بيكون رجعة قوية وراح نشوف لكم ألعاب جدا تعجبكم بإذن الله عز وجل. عموما الفيديو اليوم يا شباب راح يكون على طريقة الطاولة اللي هي طاولة 9، لكن حاولت صراحة إني أطور لعبي وحاولت إني أحسن لعبي بشكل أكبر بحيث إني أقدر أسرق الجيم بسرعة. فاليوم جبت لكم أكثر من مقطع جهزته لكم وحرصت فيها يكون سرقة للجيم، فبإذن الله الأقيام اللي تشوفوها الحين بإذن الله بتكون تعجبكم. وعلى فكرة أنا مسرع الفيديو عشان ما يكون ممل، تمام؟ هذا الشيء الأول. والشيء الثاني تكون أقيام سريعة وتشوفوا كيف الخطوات اللي سويتها في سرقة الرقم 9. واللي مو عارف طريقة الشروط الخاصة فيها يقدر يشوف الشرح الخاص بالطاولة 9، راح أحطه ضمن الفيديوهات المقترحة كيف تقدر تفوز بهذه الطاولة بكل سهولة. فالآن أسيبكم مع الفيديو.
اوكي البداية عنده ان شاء الله، ان شاء الله ما يطيح شيء ان شاء الله. حلو حلو، واضح انه ما فكر. طيب كيف اجيبه كيف اجيبه كيف اجيبه؟ باذن الله باذن الله تجي. طيب راح اشتل جهة البنفسجية واحاول ارجع المضرب. راح ينزل المضرب اسفل اتوقع اتوقع. والله اذا جبتها بتكون معجزة. طيب راح ارجع السبن، ارجع السبن، ايوه ارجعه ورا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا يا الله يا الله، والله جبتها والله جبتها، كفو والله. اوكي والله جبتها يا شباب، ابلع يا حبيبي ابلع.